الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على طريقه ونهجه إلى يوم الدين أما بعد الأمانة قيمة إسلامية كبيرة الامانه وحفظها من اجل ثوابت الدين واصوله ومن اعظم ما ينبغي للمسلم ان يتحلى به الامانه حفظها معناه ان يكون المسلم حريصا على اداء الحقوق كما هي وان يحافظ على ما انيط به كما امر وكما تحمل وكما كانت مسؤوليه ملقاة على عاتقه ان يتحملها. حفظ الامانه امر الله عز وجل به في كتابه، وامر به النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على فضله ومكانته. فقال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، فامر الله عز وجل بحفظ الامانه وذكر انها من صفه المؤمنين. فقال سبحانه وتعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون فذكر الله عز وجل المؤمنين بصفه الامانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك فامر النبي صلى الله عليه وسلم باداء الامانه كيفما كان شان الطرف الاخر لا يكون المؤمن خائنا على جهه أن يكون في مقابل خيانة كانت من غيره فالأمانة وحفظها أساس دائم لا يكون المؤمن خائنا حتى لمن خانه. الأمانة الله سبحانه وتعالى جعل لها مجالات متنوعة ينبغي للمسلم أن يحافظ على الإتيان بها فهناك من المجالات التي جعل الله عز وجل فيها الأمانات الدين اعماله اقواله عقائده كل شيء في الدين الله سبحانه وتعالى جعله من الامانه بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتاب ثم علموا من السنه بمعنى ان الامناء هم اصلا من يتحملون مسؤوليه القيام بشرع الله عز وجل والاتيان بالعبادات التي امر الله عز وجل بها. وقد عرض الله عز وجل هذه الامانه على السماوات وعلى الارض وعلى الجبال فابين ان يحملنها شفقه خوفا الا يكون منهم تحمل هذه الامانه العظيمه فقال سبحانه وتعالى: انا عرضنا امانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا والامانه في هذه الايه الكريمه فعل ما امر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى عنه وهي مسؤوليه كبيره على كل مسلم ان يتحملها حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الامانات الحفاظ على الطهاره من الامانات الحفاظ على الصلاه من الامانات الحفاظ على اداء الزكاه هذه وغيرها من العبادات امانات ينبغي للمسلم ان يلتزم بها. من الامانات ايضا حفظ الجوارح. كل جارحه فيك هي امانه جعلها الله عز وجل تحت مسؤوليتك فعينك وبصرك امانه وسمعك امانه ويدك وبطشها امانه ورجلك امانه وكل شيء فيك امانه فلا ينبغي لك ان تكون ممن يخون هذه الامانات فان الجسد لا يكون له موقف يوم القيامه من صاحبه حيث يتبرا منه ان هو استعمله في غير مرضاه الله عز وجل. من الامانات التي امر الله عز وجل بحفظها الودائع. من تحمل وديعه شيئا انيط به عليه ان يحفظه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أن ترجعوا إلى, إلى أهل الودائع وأصحاب الأمانات أماناتهم أماناتهم فلا يكون منكم نقص ولا تفريط في جانب حق من حقوق الله عز وجل الذي جعله بين الناس من مجالات أيضا حفظ الأمانة أن يحفظ الإنسان سر أصحابه وأصدقائه فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا تكلم الرجل مع الرجل ثم التفت قال صلى الله عليه وسلم: فانها امانه فانه ان تكلم معك صاحب او صديق او قريب بامر يخصه فتلك امانه لا ينبغي لك ان تخونها وان توصل الى غيرك ذلك القول لان الله سبحانه وتعالى امر بحفظ الاسرار. ثمره كل ذلك إذا التزم المسلم بحفظ الأمانة إذا التزم المسلم بحفظ الأمانة فإنه يحوز على آثار عظيمة جليلة منها أن أفضل الناس هم الأمناء جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرسل معنا رجولا حق أمين أمينا حق أمين قال لأرسلن معكم رجلا أمينا حق أمين فارسل معهم ابا عبيده بن الجراح من العشره المبشرين بالجنه الامانه مسؤوليه وفضيله فلا ينبغي للمسلم ان يزهد في هذا الفضل الكريم من ثمرات الامانه ان الله سبحانه وتعالى يجعل للامناء عنده مكانه ومنزله عند لقائه سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل غادر يوم القيامه لواء يعقد لواء رايه كبيره تعقد على رؤوس الخائنين يوم القيامه الذين خانوا مسؤولياتهم، خانوا اماناتهم هؤلاء الخونه الله سبحانه وتعالى يميزهم يوم القيامه ليحصل لهم الذل والصغار بخلاف الامناء فان الله سبحانه وتعالى يدنيهم اليه ويقربهم ويثيبهم توابا، قال الله سبحانه وتعالى: اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اهل الامانه حفظا وصيانه كما نسأله سبحانه وتعالى ان يبعدنا عن كل ما فيه خيانه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.